بعد تحية عطرة نسفها من صميم فؤاد، وهذا من خلال أجواء رمضانية تعيشها قاعة العروض قاعة الكبرى للدار الثقافة الزد إبراهيم بالقسم لمدينة طهران، وهذا من خلال حضورنا حفل فري ذات طابع فولكلور ومن تنظيم جمعية ثقافية خيمة خضراء، وهذا بالتنسيق مع فرقة كعب الغزال، كما تشرفنا بالمعلم قامة أدبية قامة ثقافية تمثل في معلم مجبر، حيث جال وصال بنا من خلال الثقافة والفن الرقي. تحياتنا إلى حسن حسين وكافة أعضاء الفرقة التي اليوم جمعوا مدينة وهران من خلال حضور فعاليات نشاطات ليلة رمضان لمدينة وهران. كريم عت يحييكم من دار الثقافة، ونترقبون في نشاطات ثقافية خلال شهر رمضان مع أمتع الأوقات بحضور عائلة الوهرانية. سلام. السلام عليكم، صحة فطوركم، رمضان مبارك. واحد القوال، نشكركم كثير على هذه الاستضافة، نشكر الشيخ حسني وجمعية الخيمة الخضراء، واليوم داونا وتجولوا بنا في الصحراء بنغمة الديوان. نشكر كثير المجموعة ونشكر المعلم مجبر. اليوم والله العظيم لا داونا بعيد كما يقولوا التراث تاعنا وبالديوان وبالكلم المديح، كلام المديح وكلام ديني. ونشكروا كاع الطاقم ودار الثقافه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم، نطلبوا رب العالمين صحه فطوركم بعدا الله يجعل قبول. نشكروا هذا الجمهور اللي جانا، نشكروه اللي عاوننا، ونشكروا الفرقه كعب الغزال. هذو كعب الغزال هذو فرقه فلكلوريه شعبيه من التراث الجزائري. ونشكر الضيف الشرف وهو معلم مجبر اللي جانا من ولاية بشار وهي قنتا، نشكره على هذا الحفل، ونشكر الجمهور اللي عاوننا، ونطلب رب العالمين تدوم الافراح ان شاء الله. ونشكر الاخ الهواري تاع الريجي تاع دار الثقافه، ما ننسوش الفضل تاعه، ونشكر جميع الحاضرين والعارضه التقنيه كل واحد باسمه، ونشكر الفرقه كثيرا، ونطلب رب العالمين تدوم افراحنا ان شاء الله. صحه سحوركم، والسلام عليكم. سعيد الضلا معكم، يحييكم من مدينه وهران. يا المشين على ربي سلموا للوالدين، يا المشين على ربي سلموا للوالدين، هيا امي انتي سمحي لي في اللي مقدر عليا، كل ابليس لعب فيا كيف قال لي.